إصابة 8 جنود نمساويين في هجوم على بعثة اليونيفيل في لبنان. استمرار المحادثات الائتلافية بين حزب الشعب والإشتراكي ببطء. استمرار عمليات البحث عن المشتبه به في مقتل رئيس بلدية وشرطي سابق. وزير الداخلية يطلق دورات تدريبية لطالب اللجوء لتعزيز الاندماج. وتغريم شركة البريد النمساوية ب9 ملايين يورو بسبب استغلالها نفوذها. ارتفاع فواتير الكهرباء مع بدء 2025 بسبب انتهاء الدعم وزيادة الرسوم. وأخيرا السجن مع وقف التنفيذ لأفغاني بسبب تقديم مخدرات لقاصر توفيت لاحقا. مشاهدين الكرام، من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم. إلى التفاصيل، أصيب 8 جنود نمساويين للمرة الأولى في هجمات على مواقع بعثة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع النمساوية. وأوضحت الوزارة أن الجنود من طاقم بعثة اليونيفيل تعرضوا للإصابة بجروح طفيفة جراء قصف صاروخي استهدف قاعدة الناقورة. وأكدت الوزارة أن الإصابات كانت سطحية ولم تتطلب عناية طبية عاجلة، مضيفة أن الجنود المصابين ينتمون لوحدة الصيانة. ودعت وزيرة الدفاع النمساوية كلاوديا تانر إلى تحقيق شامل لتحديد ملابسات الهجوم، معبرة عن تضامنها مع الجنود المصابين وذويهم. تستمر محادثات الاستكشاف لتشكيل ائتلاف بين حزب الشعب النمساوي إيفوبي والاشتراك الديمقراطي إسبي بوتيرة بطيئة بعد اجتماع رؤساء الحزبين الجمعة الماضية. ومن المقرر أن تبدأ الفرق التشغيلية من كلا الحزبين اجتماعاتها يوم الاثنين مع استئناف المحادثات العميقة بعد عطلة الخريف. وأعلن حزب الشعب عودة المستشار النمساوي كارني هاما للمشاركة في التحضيرات اعتبارا من يوم الخميس بهدف تسريع عملية تشكيل الحكومة الجديدة. وبدورها أشارت إيفا ماريا هولتسلايتنر المفاوضة عن الحزب الاشتراكي إلى تناول الطرفين تحديات كبرى، مؤكدة على ضرورة الحوار مع النيوز والخضر لضمان شراكة مستقبلية. استمرت عمليات البحث عن الجاني في مقتل رئيس بلدية كيرشبرغ أوبادينو وشرطي سابق في ألتنفيلدن صباح الاثنين في منطقة روباخ بالنمسا العليا. وشملت عمليات بحث الشرطة مقاطعة بافاريا الألمانية ومنطقة جنوب بوهايما التشيكية، إضافة لتوفير حماية مشددة لحوالي 50 شخصا. ووفقا للشرطة يشتبه في رولاند ديكسلر حيث اختفت من منزله أسلحة نارية. وأكد نائب مدير شرطة الولاية رودولف كيبلينجر على خطورته، ولذلك يشارك 250 ضابطا وفرق كبرى الخاصة في عمليات البحث. أطلق وزير الداخلية جيهارد كارنر دورات تدريبية بعنوان دورات القواعد الأساسية لطالب اللجوء، شارك فيها حوالي 3300 شخص خلال 5 أشهر. ووفقا لوزارة الداخلية رفض 48 شخصا المشاركة، مما أدى إلى خفض مخصصاتهم الشهرية من 40 إلى 20 يورو. وأكد كارنر فعالية هذه الإجراءات حيث ارتفعت نسبة المشاركة لأكثر من 95% مقارنة بثلث الفئة المستهدفة، حيث كانت الدورات اختيارية. وتهدف هذه الدورات التي انطلقت في مايو بالتعاون مع صندوق التكامل ووكالة الرعاية الفيدرالية إلى تزويد اللاجئين بمهارات عن الثقافة الديمقراطية، المساواة ورفض معاداة السامية. فرضت محكمة مكافحة الاحتكار في فيينا غرامة قدرها 9.2 مليون يورو على شركة البريد النمساوية بسبب استغلال نفوذها في سوق البريد الجماعي الموجه عبر سياسة تسعيرية تمييزية لخدمة إنفومايل. وأكدت هيئة المنافسة الفيدرالية أن الشركة حددت خصومات ومكافآت سنوية متفاوتة لبعض العملاء مع الحفاظ على السرية حول تفاصيل تلك الخصومات. وبحسب الهيئة تعاونت الشركة مع التحقيقات وقدمت اعترافا بتجاوزاتها، مما ساهم في تقليص الغرامة المفروضة
وبعد تقديم عدة شكاوى من شركات متضررة طالبت بوقف السلوكيات التمييزية، وقد قررت المحكمة رفض الطعون المقدمة وأيدت إنهاء تلك السياسات. يواجه سكان النمسا ارتفاعا في فواتير الكهرباء مع بداية العام المقبل نتيجة زيادة رسوم الشبكات وانتهاء برامج الدعم الحكومية لتخفيض تكاليف الطاقة. وأوضح تقرير أن تدابير خفض التكاليف التي أقرتها الحكومة النمساوية عام 2022 لمواجهة ارتفاع أسعار الكهرباء ستنتهي مع نهاية 2024 إلا في حال تجديدها خلال مفاوضات الائتلاف الجارية. ووفقا لهيئة تنظيم الكهرباء إي كنترول سترتفع رسوم الشبكات بنسبة 23% عام 2025، ما يضيف حوالي 70 يورو لتكلفة الشبكات السنوية للأسرة المتوسطة، بينما قد تتضاعف بحلول 2030 في ظل مشروع تطوير البنية التحتية للطاقة. أصدرت محكمة في فيينا حكما بالسجن لمدة 6 أشهر مع وقف التنفيذ بحق شاب أفغاني يبلغ من العمر 27 عاما بعد إدانته بتقديم مخدر القنب لمراهقة تبلغ من العمر 14 عاما حيث تعاطي المخدر معا. ورافق القضية جدل واسع بعد وفاة الفتاة في شقته، وقد شهدت الجلسة انتقادات من القاضي بيتر سامبت للإعلام بسبب ما وصفه بالضجة الإعلامية وتأثيرها على سير المحاكمة، خاصة بعد مضايقات المتهم من بعض الصحفيين. وخلصت النيابة العامة إلى عدم مسؤولية المتهم عن وفاة الفتاة، واقتصر الاتهام على تقديم المخدرات لقاصر. كانت هذه هي نشرتنا لهذا اليوم، ولا تنسوا تحميل تطبيق انفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا ممدوح مكين، أمسية سعيدة، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.